عندنا في الرقاق مثل المؤمن كمثل الزرع. ماشي اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم اعتق رقابنا من النار. وما زلنا مع موسى الإمام الدارمي، وما زلنا مع كتاب الرقاق. قال: باب مثل المؤمن كمثل الزرع. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن كعب عن ابيه كعب بن مالك رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تعدلها مرة نعم، تعدلها مرة وتضجعها أخرى حتى يأتيه الموت. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها. قال: ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال أبو محمد: الخامة الضعيف. جزاكم الله خير. يعني هو بيقول هنا مثل المؤمن مثل الخامة. قال يسير الخامة الغصنة اللينة رفيقة، يعني ليست صلبة فتكسر، هي لينة ممكن تميل، ميلها هذا ينقذها، لو جاءت الريح تميلها فلا تكسرها، فتميل مع الريح وبعد ذلك ترجع مرة ثانية. أما الصلبة فإنها يعني تنعجف، والانجعاف أو تنجعف الانقلاع، الأرزة المجزية الثابتة المنتصبة، الأرزة شديد يعني كأنها شديدة ثابتة في الأرض، ومن الشجر الذي يعمر طويلا ويكثر وجوده في جبال لبنان. حديث هنا فيه دلالة واضحة جدا على مسألة فقهية أو أصولية. وش هي؟ جواز القياس. ثانيا، المؤمن قد هو أهم حاجة أصوليا جواز القياس، لأنه ضرب مثلا، لما ضرب مثلا دل ذلك على صحة القياس. في الحديث ضرب من الأمثال، وهذا يدل على صحة القياس ردا على ابن حزم. ومن أبلغ التشبيهات النبوية التي تصور فيها حال المؤمن حال تلقيه المصائب ومعاناته البلاء، حيث شبهه بالنبتة اللينة التي تلقاها الريح، واختار التعبير بالريح لا الرياح، لأن الريح لا تكون إلا في التمحيص والفتنة. فالنبتة اللينة تميل مع الريح مطوعة غير معاندة، فلا تنكسر ولا تتفتت، ثم تعاودها الريح مرة أخرى فتميل معها حتى إذا انتهت عاصفة الريح عادت إلى اعتدالها. يعني مع الريح تمشي، وأيضا لا 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 تصادم، فتمشي وتلين وتتحرك، ثم بعد ذلك تعتدل اعتدالا تاما. وهكذا يكون حال المسلم مستسلما لقضاء الله دل في علاه، متوافقا مع مراد الله، غير معاند ولا متسخط على قدر الله، بل يصبر ويحتسب. وهذا مقتضى الإيمان بالقدر الخير والشر، وهو يعلم أن الله إنما يبتليه ليعلي شأنه في الآخرة. ما ابتلى الله، لا، القاعدة العامة في هذا الباب: لا يبتلي ليهلك، بل يبتلي ليرفع، ويبتلي لينقذ، ويبتلي ليعطي سبحانه. لكن في ظاهر الأمر يراه المرء شرا وهو في خير الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وكلما نظر المرء بعين القدر هان عليه البلاء، بل قد يصل بعض الخلص إلى مزيد الالتزاز بذلك، لأنه يرى إذا خص الله بمثل ذلك فهو قريب من الله. وهذا قاله مالك بعد الأذان إن شاء الله. قد يصل بعض الخلص إلى منزلة الالتزاز بالمصائب، لأنه يرى من خلالها الرضا الإلهي والاختصاص الرباني بذلك، بخلاف الأشجار القاسية التي تعاند الريح فتنكسر وتساقط. المؤمن يعني المؤمن الذي بلغ مدى العلم بالله جل في علاه، العلم بقدر الله جل في علاه، ما يجد راحة إلا في قدر الله. وهذا قاله عمر بن العزيز، قال: ما أصبحت إلا وهوايا في قدر الله. وكان عمر بن الخطاب يقول: ما يشغلني أصبح على نعمة مع نقمة، فلكل عبادة، هذا صبر هذا شكر، فأتعبد الله جل وعلا بذلك. ولذلك قال الإمام مالك: من لم يبتلى فليشك في إيمان. لذلك أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسناده كان في ضعف لن يستأنس به، بامرأة يتزوجها، فقالوا في المدح أنها لم تبتلى قط. قال: لا حدث لي فيها، لأنه هذا ما زال البلاء بالمسلم حتى يطهره، الله أراد الرفع له فالرفع به البلاء. قال أبو عبيد: شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح، لأنه مرزق أي مصاب في نفسه وفي أهله وفي ماله. أما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الريح، والكافر لا يرزق شيء حتى يموت. ليه؟ لأن الله لا يخلص عليه شيء، يعطيه، بل هو كل ما يعطيه حسنة يعطيه رزق،
كل ما يعطي حسنة في الدنيا يعطي رزق حتى لا يسأل بها يوم القيامة، يأتي ما عنده إلا السيئات عند الله جل. ورزق لم يجر عليه، فشبه موته بالانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه جمة. وقلت له في إشارة أن المؤمن ينبغي له أن يرى نفسه في الدنيا يعني عارية معزولة عن استفاء اللذات والشهوات. الله زهدنا في الدنيا وما فيها، معروض الحوادث والمصيبات، مخلوقة للآخرة لأنها جنته ودار خلودي وثبات. الله أكبر، يعني لابد أن يكيف نفسه وأن يهيئ قلبه أنه يعيش للآخرة لا للدنيا. فإن كان كذلك صح له زهده في هذه الدنيا، صح له استقامته في هذه الدنيا، صح له إيمانه في هذه الدنيا. حاصل أن المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة كما روي، وكل ذلك من علامة السعادة بشرط الصبر والرضا والشكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاه، جاء رجل قال رسول الله إني أحبك وأحب الله، قال انظر ما تقول، قال إني أحب الله وأحبك، قال انظر ما تقول، قال إني أحب الله وأحبك، قال إذن فاعدد للبلاء تجفافا. وقد قال مثلا مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى، وهذا جاء عن أبي مرفوعا. حتى يستحصد الحصاد إنما استعمل في الذرع والكلى هذا الكلام، واستعماله في الشجر إما استعارة لفظية كالمشفر للشفة أو معنوية فأشبه قلع شجر الصنوبر مثلا أو الأرز في سهولتي بحصاد الزرع، وهذا معناه سوء خاتمة الكافر نعوذ بالله. ويبقى هكذا حتى يرجع إلى ربه بكل ذنوبه، ولذلك قال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وهذا تشبيه أن المنافق لا يتفقده الله باختياره، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، لا يخفف عنه العذاب، بل يعطيه وكل حسنة يرزق بها رزقا في الدنيا حتى لا يثبت له أجر في الآخرة. فإذا أراد أن يهلكه قسمه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. وهكذا يكون المؤمن بإيمان راض عن أقدار ربه لا يهلكه الابتلاء، بل يزيده قربا من الله كالنبت الغضة الطرية لا تقترعها الرياح لرطوبتها ولينها، بل تتمايل مع الريح متعايشة مع ظروف الحياة من حولها تميل لكنها لا تسقط. وكذلك المؤمن يبتلى فيحزن ويصيب الهم، ثم بعد ذلك يرفع عنه الهم، ثم يصبر ويرضى عن الله الرفع له، ويقول أنا عبد لربي فليفعل بي ما شاء. وإذا رمى نفسه في باب التسليم لأقدار الله كان أسعد الناس، وكان في كنف الله وفي حفظ الله جل في علاه، وفي كل مرة تأتيه العافية مع ارتقاء في المنزلة عند الله جل في علاه. وأكذا كان الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل لما دخل ابن مسعود وجد توعك قال إني أراك توعك وعكا شديدا، قال وعك وعك رجلين، قال لك أجل رجلين، قال نعم. هكذا يكون المؤمن، نسأل الله جعلنا من المؤمنين وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ قلوبنا ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. حتى البلاء يأتي بسبب السيئات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والباء هنا سببي. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، فضل حال المؤمن هين اللين لا يتسخط على قدر الله ولا 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 ولا, ولا, ولا يعاند أقدار الله جل في علاه. والمنافق الأرض كالشجرة الصلبة لا يلين مع الريح، يصادم ويتسخط على قدر الله، والله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. على المؤمن أن يكون كيسا فطنا يتعبد لله بعينين جميلتين، عين الشرع وعين القدر. اللهم ارضنا بك يا رب العالمين، مرضنا بك يا رب العالمين، انت ارحم الراحمين. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.